نحييكم على مشاهد التلفزيون لبنان، رح احكي معكم بحلقه جديده من حلقات مأكول. هنا وسهلا فيك ريتا. مرسي شيف، اهلا فيك. الحمد لله. انا وريتا اليوم رح نحضر بالاول بحتره، يلي هي كنايه عن بصل مقلب الزبده، بصل ناعم، ثوم، بنرجع بنضيف معه لحمه مفرومه خشن، بندوره مقطعه، رشه بقدونس خفيفه، بيض، ملح وبهار اسود. هيدي اكلات قديمه اسمها بحتره، كانت تتحضر واليوم قليل بيسووها، ويمكن كثير ناس بيسووها، بسموها على طريقتهم بيض باللحمه، ولكن ما بتدخل معهم البحتره. اما الصنف الثاني عندنا اليوم بوسان دي زوسي، الفروج المسحب يلي منشويه، منسحبه من العظام يلي منشويه، وبالوقت ذاته بنرجع مندخله على الفرن ليكمل نضجه مع شوية زبدة، منشويه على شوية زيت مع شوية زبدة، رشة ملح وبهار أبيض لإله. بعدين بدي ساوي صلصة الثوم يلي هي ثوم قشر، بدي اطحنه على الآلة الكهربائية، حط معه خردل، حط معه ملح وبهار أبيض، زيت نباتي، وبعدين شوية عصير حامض على مرحلتين. وفي هو زيت ولا الثوم، اغلي شوية مي على النار لخففه، وهي بصير تسويقي. بضيف عليهم ملح بهار أبيض بجوزتي، بنشاء الذرة، بعقدهم، بشيلهم، خليهم يرتاحوا يبردوا يعني. بعدين بخلط معهم الثوم الأولاني وبخلطهم مع بعض. اول شيء بشو بنبلش؟ حضرت لنا ريتا السكين والخشبه. ماشي. بنحط على النار كسروله فيها مي تنسلق البطاطا. لنسلق البطاطا، يلا حطي لي اياها نصها. هاي البطاطا عفوا مقشرة مقطعة، بس انا حرجع اقطع حبة وحدة قدامكم. بنقطعها تقريبا نص سنتي او 4 ملي، يلي هي اقل بملي وحدة من نص سنتي. حط شوية ملح، هي اذا كانت المي مغلية وسقطنا البطاطا هو الافضل لتحافظ على فيتاميناتها. مزبوط. هون بهالمرحلة هاي لنساوي البحترة، نحن عم نشتغل. بنحط على النار مقلاية، شقفة زبدة، بنقطع البندورة تحضير للبحترة، نفرمها مكعبات صغيرة مثل التبولة. مثل التبولة، هاي انتو الستات اشطر شي فيها التبولة، خلص بس وعدي لكم مثل التبولة لانه بالسن بيمرق عليكم 100 مرة. اطيب شي التبولة، هي مزبوط وصحية، وبالاخص اذا البقدونس بلدي والبندورة بلدية هلأ بعز فصل الصيف. والزيت يكون أصلي، زيت زيتون كمان. طيب سقيت البصل شايف؟ أكيد. حطي، منقطع البندورة بهالشكل، الماي على النار للبطاطا، كمان
يرجع للشكل. لا بدي افرم لك شوي ترى. بدي اعزبك شوي. شي حصينكم؟ شي حصينكم، تكرم عيونك للبحترة. بتحب البندورة البحترة؟ على كل حال بيدبلوا بس نحطهم على النار. ثوم جوانح مع كبسة صغيرة. الكبسة كرمال تعطي نكهتها؟ ايه. ومش على الفاضي يعني. مش على الفاضي، فيش شيء على الفاضي. يلا. ينضاف الثوم. نضيف عليهم اللحمة ونأخذ اتصال. ألو. ألو بونجور. أهلا بروميو. كيفك يا شيف مصطفى؟ كيفك حبيبي منيح؟ كيف صحتك؟ منيح كتر خير الله، طمنا عنك. وركعبين كابل قلب عطول دائما. تسلم تسلم. انت عزاك يا شيف مصطفى، ما بيد حدا يخبر عليك بكلمة. حبيبي من معزتك من معزتك. انت قدوة وانت مرجع اساسي. حبيبي. بدي كنت تيراميسو بحكيتك كيف بيعملوها. يلا تكرم عيونك وبلكي براسك. حبيبي كلك زوق. انا كل يوم بدي اتكلم مع شركة. يا اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا فيك. انت اللي بخبر عليك بتعلمني من العمر. حبيبي انت قدوة يا شيف وصلنا نرجع اساسي. تسلم كلك زوق. لازم نتعلم من خبرتك ومن معرفتك يا حبيب. ما نحن لحد هلا رافعين مستوى الاكل بالبيوت حوالي 60%. ورافع كمان غير مستوى الاكل، مستوى التهذيب والمعرفة. تسلم. وانت انسان مرجع اللي بيحكي عنك بده يكون بايدك. تسلم. هلا بدهم يعملوا برامج، شو بدك تعمل؟ انا امبارح طرت شيء على الصبي كنت برا البيت صرت ارجف. ما عندهم ما عندهم افكار لبرامج، بيطلعوا انه بيمشوا من كل واحد شوي ليتسلوا. ان شاء الله بيحكوا مين جاي يتسلوا بغير شيف انطوان. حبيبي. حبيبي يا شيف انطوان، انت مرجع اساسا بانه حدا يدق فيك. تسلم كلك ذوق. او يغبر عليك. شكرا. ميرسي لاتصالك الحلو حبيبي. حبيبي. هلا هون من بعد ما نتأكد انه اللحمة استوت على النار مع البصلة والثوم ونار قوية، ما بيسوى نار خفيفة بالاول من شان ما تبق اللحمة ميتة تزبط. برافو. مننزل البندورة عليها. وهلا رح بلش بالفروش. هلا الفرن مدورينه. بنجيب خشبي وجاط. لا لا تغلي شوي لا سقطيها. ومناخد اتصال. الو. الو بونجور. بونجور كيفك شيف انطوان؟ منيح كتر خير الله. مين معي؟ نعم مدام عياس من الجنوب. اهلا وسهلا فيكي. لو سمحت بدي وصفة الدونز. وصفة الدوناتس؟ ايه دونز. تكرم عيونك حبيب. يسلم. تكرمي عيونك. بس
سلقه. اقل كمان. اقل ربع سلقه. هون بضل يحرك للبندوره تنشف من ميتها. هي الفلوج هالرقبة من هون بشيلها جانح من هون من طيره بيطير هلا وهولي منشيله لانه هون ما بيستعملوش معنا وبيبقى بتحضيرات مختلفة فينا نستعملهم صوص دمي كلاس يعني شغلة الفلوج انتبهوا شوي يحبلش بتسحيبه وانتو يمكن شوي منكن يعرف وشوي شوي بيصير يتعلم ممنوع من هون حد الرقبة بدي بلش من هون على المفصل هون في مفصل بمشي فيه بهالشكل هون في لحمة فوت السكين وببرمها لتطلع معي اللحمة مش ما تضل بالفخذ وبجرح لجهة الفخذ برجع بعلي شوي الفلوج بمشي ومحازات العظم لتطلع معي كلها برجع بقلب على الجهة التانية خلاص عندك هون هاي ايدي نظيفة تشتغل هاي هلا بنحط البيض شايف فمقل روقي شوي روقي بنفضيهم هون للبحتر هاي ايدي فيها سكين كان ما تقولوا شيل الدجاج على البحترة غلط هو هاي ايدي فيها الدجاج شيل الصينية اوكي مننوس نزل هاو كلهم هون كلهم نزليهم خلص حطيني على المجلى نعملها للصينية بهالشكل يلا كسري بيضة هون كل بيضة ببيضتها بدي اياها اللي معروف هاي من إلا بحترة بس ما حطيناش بعد ملح وبهار لا بعد حطيناش اعطيني ملح وبهار بدي نحطه معهم بدي نخلطه لا ملح لوحده ابهار اسود بدي مش ابيض هوليك خليهم بعد شوي بتفرميهم للدجاج نحطهم للدجاج يلا ملح بعد شوي ملح يلا بهار اسود لازم ينخلطوا مع الحشوي بعد شوي يلا بخلطهم مع بعضهم مزبوط هيك تتوزع على وحدي 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 روقي رجعنا خلطناهم برجع بزبطهم لا نرتبها كيف تتقدم البحتر عشو عم نعلم بس لانه ما كانش فيه ملح وبهار اضطرينا نعمل هيك يلا حطي بيضة هون بيضة هون بيضة هون بيضة هون هيك ايه حطيها هي بتاخد بعضها يلا بهالشكل كل بيضة بنكسرها لواحد وبنحطها فينا نحركهم مع بعضهم وفينا نخليهم عيون هو كمان زار احلى هيك يلا احنا نعمل الاحلى تكرمي
رش على رش فقط شوية ملح مش على الصفار، انتبهوا مش على الصفار، وبفوتها على الفرن. رشي لي شوية ملح او انا برش لانه ايدي هيدا نظيفين، ما بدخل الصفار مشان ما يدبغ. يلا حطينا اياها بالفرن من اللي معرفين نار بالفرن هون. هاي فوطة، هيدي البحترة. يا ارجع للفروش، برجع من هون حد الرقبة او من هون ما بيشتغل، ما انه ظابط الشغل من هون. هاي بعليها في مفصل هون يلي هو حد الكتف، بمشي فيه بهالشكل، برجع فوت لميلة جوا في لحمي، وبرجع من هون بهالشكل. هلا بس تصير بالمرحلة هاي بعملها هيك للفروج. هلا لا تقولوا يا حرام كيف معلقوا للفروج وشانه، مش انا ذبحه، مش انا اللي قتله، انا عم سحبه. نعمل هيك لفوق، برجع من هون كل اللحم الصدر بجيبه بهالاتجاه، من هون كل لحم الصدر كمان بهالاتجاه، وبرجع بهالشكل. هي القفص الصدري ما بكبه، بحطه مع الجوانح والرقبة لنستعمله بشوربات او بتحضيرات يكون فيها دجاج او اوقات لحمة اذا ما عندي. هلا عندي هاي بسموها عظمة المفتاح، واوقات هي بشكل سبعة، وبشدوا ليشوفوا مين بيكون شانسه حلو بالحياة، بس هاي التقاليد مش مزبوطة، يعني بتسلوا تسلية او ايش بتشارطوا على شيء. مش هتوقف عهاء اذا واحد حسه مش منيح. نعم مش هتوقف عهاء اذا واحد حسه ايه. مش منيح، مش وقفت عهاء الفخذ. يلا هودي كتي اليوم بالمسفاية مني معروف. يلا شيلي هاي دي لواحد، نرجع من هون بشيل كل اللحم على الفخذ، على عظمة الفخذ هون، بمسكهم على بعضهم وهيك. بهالطريقة، وهالعظمة كمان ما بكبها بنحطها معهم. نرجع للجهة الثانية، وبناخذ اتصال. الو الو الو، شوية زيت بالأول. الو الو، بونجور، يعطيك العافية. الله يعافيك، اهلا وسهلا. بدي اعزبك، بدي فرز لوبيا. نعم. سنة الماضية فرزنا مرمرت معنا. يلا السنة بركي ما بمرمرو. يلا قلي لو سمحت. أول شيء اللوبيا بدك تقطعها بالشكل يلي أنت بترجع تطبخها فيه. نعم، بالنص. بالنص بالنص، وتشيل راسها وكعبها. نعم. بإيدك مش بالسكين، بعدين نعم. تحط مي مغلية مع ملح على النار. إيه. تسلق اللوبيا 3 دقايق. قديه ملح؟ مع ملح خشن. ملح خشن. بتشيلها دغري على المي المسقعة. 3 دقايق؟ 3 دقايق. نعم. بتشيلها دغري على المي المسقعة، ونار قوية بدها تكون بالأول. نعم. بتتركها لتبرد مزبوط. نعم. بترجع بتحطها بمصفاية. نعم. بترجع بس تشوفها نشفت، بتجيب صينية بتحط عليها ورقة نايلون أو ورق خشخاش. نعم. حطي البطاطا. يا بترجع صف لوبيا نايلون، صف لوبيا نايلون، صف لوبيا، ساعتين بالفرن، ساعتين
بالفريزر عفوا، ترجع بتعبي كل كيس، كل اكل بكيس، ويكون الكيس على شكل الكتاب السميك، وبتحطهم بالفريزر بيهدوا عندك 3 اشهر. دارك معي؟ ايه بس صوتك ما عاد تسمعته بالاخر. بتحط طبقة نايلون، طبقة نعم. نايلون ايه من بعدها، من بعدها بتحطهم بالفريزر ساعتين. نعم. بعدين بتشيلهم كل اكلة بتحطها بكيس على شكل الكتاب السميك. نعم. وبتحطهم بالفريزر بيهدوا 8 اشهر، بدك تشيلهم من الفريزر. نعم. دغري وقت بدك تطبخهم على النار دغري، ممنوع تحلهم. شكرا. بخاطر عيونك. تكرم. يلا رش. برافو. هلا هالفروج سحب. هاو العظام هاو من الفريزر، هاو اللي بنكبهم الجلود. برجع بقلكم قد ما فينا نتجنب اكل جلود الدجاج، بيكون الاحلى قد ما فينا. يمكن اوقات واحد ينجبر من مكان بينجبر، بس الافضل قد ما فينا بيكون الافضل. بنحط هالفروج المسحب، بنخلي فقط دور النار هون، لتحمى. منشيل اول قطعة من الفروج اللي هني صاروا نص القطعة نص الفروج، مندقه بشيء بهالشكل على طرف الطاولة وتكون قاسي، مش نكسر. يكون واحد حاطط رخامة جرانيت او شيء حقها 2000-3000 دولار يلقط ويشبقها يقول هيك قال الشيف لاخيكم ما تعلقوني. عملنا من دقة شوي، وهي العظمة نضربها ضربة وحدة لبس نشوية تطلع معنا مرتب. هلا تنرش بالملح والبهار الابيض، رشي لي شوية ملح وبهار ابيض. نرجع بنحطها بجار مع شوية زيت، حطي لي شوية زيت هون. خلص ما بكتر زيت، بلتها بالزيت بهالشكل على الجهتين، وبحطها على هاي الجهة بالأول. ليش؟ كمان رش شوي، لأنه هاي الجهة فيها جلدة، الجلدة ندهن على الحل. إذا حطيتها على جهة الجلدة بتزن بتكش، أكيد صدر الدجاج بيضلوا زيته ولكن منظره صغير وكشش على بعضه، مثل واحد خيفان وقاعد بالزاوية هيك خيفان. فلا ما يكون فرحان والضحكة على وجهه مبسوط، بيلاقي حاله انه واسع وكبير. هذا الفرق بعملية تحضير الدجاج، وكل شيء له فن. بدها شوي بعد؟ لا ما بدها خلص، بس بدها شوي لتحلى. اوكي. هاي شيليهم، حطي ليهم بالفرن بطاطا. بحترة وين صارت؟ بدها شوي بعد البيض مستوى. لا لا بدها الشيء على البكلي، شيليها وجاهزة هون، حطيها منيحة، خلي يشوفوها للبحترة على القد. مش ضروري الصفار يجمل كتير، ما بيسوى يجمل كتير. هاي البحترة على القد هون، قلنا البحترة لكان هي هي. يلا حطيها. هون بنعرف انه في صفار مغير لونه، هذا يعني الدجاجة قليلة الشمس اكله، يعني اكله او محل ما ملونين شوي الاكل، المأكولات بشوية فلافل وصبغة هاي مش لحقنا. واحدة من اثنين، وفينا البيض نخفقه ونضيفه معا، نحركهم كلهم سوا ونتركهم. اثنين صح واثنين اسمها البحترة، ما بيتغير اسمه ما بيتغير اسمه.
هلا نجيب الشقف الثاني كمان بنفس الطريقة بعملها. كمان رش ملح وبهار ابيض. هلا صدر الدجاج اول واحد منشيله منحطه بهالشكل لنشويه. مش ضروري نعوم الدنيا زيت، انتبهوا خلص بزيادة. شفتوا منحط اقل من ملعقة زيت، منغطى على الجهتين ومنرش ملح وبهار ابيض على الجهتين وبنشوي على الجهتين. هلا هي الجار استعملت فيه انا اللحم الناي، شيله لاستعمل جاط تاني ليبعد الناي عنه، ولا بس حطه على النار بيتطهر. هلا بدنا نفرم التوم. يلا بلش بالصوص. بس خليني شيل هون وسع شوي. هلا هون بدنا نشتغل شوي بالثوم. اعطيني الثوم. نطحن الثوم ناعم، هي طريقة من الثوم، انتبهوا، في عدة طرق. ليستوي شوي، لأن الكهرباء ما بتاخذش على الثوم. ناخذ اتصال، الو. الو، بونجور شيف انطوان. بونجوريني، اهلا وسهلا. كيفك منيح؟ كتر خير الله، انت كيفي؟ منيحة، بدي طريقة الكشك إذا بتريد رطل يعني 2 كيلو ونص، كيف بدي أعملهم؟ قد إيه بدي أحط لهم ملح؟ وقد إيه بدي أحط لهم لبن ولبنة؟ عم نحكي برطل برغل؟ نعم برغل خشن. رطل، أوكي. رطل. بدك لهم بأول شيء. نعم. تحطي معهم 2 كيلو لبن ماعز. نعم. تخلطيهم مع بعضهم. نعم. وبتتركيهم من عبكرة لعشية. اوكي. او العكس، من عشية للصبح. اوكي. تاني نهار بتضيف عليهم كمان كيلو لبن. كمان لبن. اوكي. تحركيهم. اوكي. وبتحطيهم بالبراد. اوكي بالبراد. نعم. اوكي. من عشية بتضيف نص كيلو لبن. ايه طيب. تحركيهم. ايه. حطيهم برات البراد شو ساعة وارجعي بالبراد. اوكي. نرجع كمان وراها نص كيلو لبن. صاروا شي 5 كيلو. اوكي. ايه. لحد هلا 4. 4 طيب. يلا. ايه. ايه وبتضيفيهم معهم وبتحركيهم يعني وتحطي معهم ملح خشن مدقوق. قديه؟ حوالي 4 ملاعق كبار. اوكي. وبتحركيهم معهم. اوكي. هلا بتجيبي 2 كيلو ونص لبن. اوكي. بتقطعيهم بكيس لبنه. اوكي. بيطلعوا تقريبا كيلو وقية. بيطلعوا لبنه كيلو وقية؟ تقريبا نعم. بتضيفيهم عليهم. ايه. وكمان بتحركيهم معهم، بترجع بتحطيهم بالبلاط 6-7 ساعات. 7 ساعات، اوكي. هلا من بعد ما يقطعوا هالوقت كله. ايه. بتجيبي شراشف. ايه. بتفرشيها على طاولات. على طاولة مش ضربتها. نعم. الشمس بس مجرى هواء. نعم. بتصيري تشيلي من هالبرغل مع اللبن شقف وبتحطيهم على الشراشف بعيد عن بعضهم شوي. الشيف انطوان بس كيلو لبنة؟ كيلو اي لبنة. نعم. للرطل. اوكي. للرطل بدك اكتر؟ لا بدي للرطل كيلو نص وكيلو اي لبنة. نعم. وخمسة كيلو لبن. نعم. اوكي ميرسي فهمت. هلا اربع ملاعق ملح خشن. ميرسي. هلا خلص مش هالحل الباقي؟ نعم. كمل لك او انت بتعرفي الباقي؟ لا كمل لي. بنشيل قطعه بنصير نحطها على الشراشف.
اوكي. وبنتركهم بمجرى هواء 3-4 ساعات. اوكي. ترجع هالشقفة الكبيرة بتشقفيها 3 شقف صغار، كل شقفة كبيرة. اوكي. بتقسميها 3 شقف صغار. نعم. وكمان بتتركيها 4-5 ساعات. نعم. ترجع بتزغري أكثر، بتتركيها شو ساعتين؟ إما بصير تفركيهم على إيدك وتفتيهم أو بتخديهم على المطحنة. أوكي. صار اليوم في مطاحن. نعم. بتحنون. نعم. بعد ما يطحنون بتجي بتشمسيهم نهار واحد. نعم. بتضبيهم وبدهم يكون أطيب كشك عندك. ميرسي شيف أنطوان. بخاطر عيونك. خلينا هيك. ميرسي أورفوار. شكرا أورفوار. هلا أي المفيد أكثر، الكشك الأبيض ولا الأسمر شيف؟ نفس الشيء. نفس الشيء. أي ست أحلى، الشقرة أو البيضة؟ السمرة. السمرة راحت على البحر. على القمحة. ما هي زيتها. آه بالقمح. القمح. لا عادة بيساووا البرغو الأبيض. أبيض. بدك تطلع أسمر. يلا. نتفة صغيرة لنبلش بالمكنة لنشتغل. بدهم شوي بعد. أنا عم طلع عليهم بس. يعني توقف عم حط إعلانية وبتابع حلقتنا أنا والست ريتا على شاشة التلفزيون لبنان. ضبينا جوانح الدجاج والرقبة وصدر الدجاج اللي سحبناه بالفريزر، بنبقى نستعملهم وقت بيكون عندنا أي شغلة للتحضير. شو عم يكرجوا؟ عم يكرجوا هالبندورات. لا هون عنا أول قطعة فروج، بدها كمان شوي بعد، ومناخد اتصال. ألو 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 مرحبا، كيفك؟ ليش الحال؟ يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. شو معك؟ أهلا وسهلا فيك. بدي أسألك في أكلة قديمة ويعني هو جدودنا اسمها المرقة. شو اسمها؟ سمعت فيها شيء؟ شو اسمها؟ مرقة؟ مرقة، اسمها مرقة، أو فينا نقول لها بيض كمون. بيض كمون؟ بيض، في بيض بكمون، نحن فينا نعرف نسوي بيض بكمون. والمرقة اللي هي ما سمعت فيها انت؟ نعم؟ المرقة ما سمعت فيها. هلا المرقة نحن نقصد فيها هي خواص اللحم أو خواص العظام. لا هي بيعملوها مع ورمة وبيض وطوب. لا مش سامع فيها. انتوا اي منطقة؟ اي منطقة حضرتك عصام؟ انا من برمانة. من برمانة، معنا نحن مش بعيد عنكم كتير، كيف سامعين فيها هاي؟ يلا ان شاء الله خير. ماشي الحال. تكرم. هاد البحترة بتحط فيها جبنة شيء او لا؟ لا ما فيها جبنة البحترة. ما فيها. ما فيها. طيب اوكي يعطيك العافية. بخاطرك، اهلا وسهلا فيك حبيبي. بدنا نشوف البطاطا شايف؟ بدها شوي. هي الفروج، هي أول ميلة. هلا بنرجع بده تكملي بالفرن. شايفين كيف شكله حلو؟ بشوي مع البوسان دي زوسي بندورة مشوية. هلا نمشي شوي المكنة هون لتفرم. الثوم كتير ناعم. ونرجع بننزل الثوم يلي اجى على الأطراف لينزل ويكون ناعم معهم، ما يكون بيساعد على عدم فرطة، لأنه وقت ما بحط زليل بيض معها حساس الثوم، انتبهوا كتير حساس شغله. يلا نشرح الترمسو. أول شي بدنا نعمل عجينة، 3 بيضات، 100 جرام من السكر، 100 جرام
من الطحين وملعقة كاكاو وملعقة نسكافيه. فانيليا بلاش حار. أول شي بحط البيض بالآلة الكهربائية، بلش بخفقهم، نزل السكر شوي شوي عليهم، ضل بخفقهم ليصيروا نافخين منيح. بوقف المكنة، بخلط الطحين مع النسكافيه والكاكاو، بجيبهم منزلهم، بصير بعملهم من تحت لفوق على مهلي، برجع بأكد إنه ما فيها بيكون باودر هالعجين، تقولوا نسى الشيف أنطوان، مع شوية فانيليا وبرش حار. منجيب صينية، مننزل هالمزيج فيها على ورقة زبدة، وبخبزهم بحطها بسماكة سنتي تقريبا أو أقل شوي، وبخبزها بالفرن على درجة حرارة 200. بدها بالفرن 7 دقايق هالعجينة، بشيلها، بجيب قالب تيراميسو، بقص أول قطعة وبقص ثاني قطعة. هلا القالب اللي بدي اعملها فيه بيكون كعبه فارغ، يعني ما له لا سقف ولا ارضيه. بنحطه على جاط او بنحطه على شيء له خصوصي من فوق ما له غطا، وناخذ اتصال. الو الو، مرحبا. مرحبتين. كيف صحتك؟ ماشي الحال. اهلا وسهلا. معك سميه ابو الحسن. اهلا وسهلا فيك، تحياتنا لكل اهل الجبل كمان. الله يخليك. بدي اقول لك مشان البيض وكمون اللي كان عم بيسال عنا الشاب. بيض وكمون قلنا له عنا، بس هديك المرقة. مرقة هيدي بتقلي البيض لينشف منيح بالقورمة. نعم. وبترجع بكون عامل المغلي، المغلي تبع بيت الطلب المرة، يعني بهارات المغلي. بهارات المغلي ذاته يعني؟ ايه المغلي، المي، مغلي المي. نعم. يعني زنجبيل، خلنجين، قرفة و لا نوضح، نوضح. المغلي ما بده زنجبيل. لا نحن بنحط زنجبيل. انتوا عم تحطوا زنجبيل؟ ايه. طيب قبل ما يجي الزنجبيل من الصين كيف كنا نسوي مغلي هون؟ ما بعرف، امي معودة انها تحط زنجبيل. بنحط كراوية وبنحط ينسون معه. نعم، ينسون بده ضروري. ايه. وهلا بنقلي البيض وبنرش عليه كمون. بنحط له منيح كمون، بنحط له شوية بهارات عادية، يعني 7 بهارات. نعم. لو ينشف البيض بترجع بكون مقشر شي 10-15 فص ثوم او قد ما بتحب ثوم. نعم. بتحطهم فوقهم بتقليهم معه، بترجع بتحط لهم مرقة المغلي تكون فخمة مشان ما يزنخ. وبتقليها معه؟ ايه، بتحطهم بضلهم يغلوا مع بعض، بيعملوا قشرة زفرة بتشيلها، بتتركهم شي 10 دقايق عم يغلوا، وبترجع تكرك كثير طيبة. ايه لا بتطلع طيبة مظبوط. كثير كثير طيبة. ايه مش عاطلة، لا. هينة يعني. مظبوط، بس انا مش مارقة معي. لا نحن دائما بنعملها، يعني هي وقت تولد المرة بالمبدا بيعملوها. لا. لانه بتخفف من الالتهابات وهيك شيء، يعني البهارات وهي. لا. والبيض بقويلها جسمها. مظبوط. بيعملوا لها هي ترويقة هي. يلا. ميرسي لالي. مع السلامة. تسلمي، شكرا. بندورة خلصت؟ كل شيء خلص. هون بنشيل نص الفروج المشوي ديزرسي. بنحطهم بصينية، بنحط معهم البندورة، خلصت وظيفته، خلصت وظيفته، خلص. يلا بنحط معهم شقفة زبدة، حطي لي شقفتين زبدة هون وهون لتطلع طرية. ومنفوتهم على الفرن. هي الفرن جاهز. الفرن صينيه بارده بارده. يا. لانه الصينيه مش بالفرن كانت. برجع بطحن الثوم مزبوط. كمان بعد مرات 3 مرات بعملهم. لأتأكد انه الثوم صار ناعم مزبوط. ولا وقت بتكون كمية قليلة ما بتاخدهم الشفرة، دغري اول ضربتين بنلاقيهم وقفوا. بنجيب خردل، واعطيني ملح وبهار سوا. لا ملح لوحده برا لوحده. يلا حطي ملح بعد شوي.
خلص شوية بهار أبيض خلص دور المكنة وبصير ضيف شوي شوي زيت لياخد المزيج حساس شوي وقت بتكون الكمية صغيرة منشان ما يفرط معي المزيج لأنه المكنة قليل عم تاخدهم نضيف شوي شوي الزيت بقى نعملهم على طريقة الصناعي لأنه مش عم يزبطوا هون بدون وقت اعطيني الطنجرة الصغيرة هتلاقي اللي بدنا نسويه أصغر وحدة نحطهم هالمزيج نرجع منضيف عليهم ماي لنكسر الحدية وبدوب شوية نشاء الذرة مع شوية ماي لضيف عليهم بنحط معهم شوي بالجوز الطيب حطي لي جوز الطيب وقت بنعملهم هيك بهالطريقة صار بدنا جوز الطيب معهم ندوبهم مع قليل من الماء للنشا نضيف النشا على المزيج بس بنجيب الشريط بنحرك فيه هون ليه حطينا النشا ليشد ليشد ونكسر على انما نرجع اساسا نحن كنا نخلطهم مع الماء لنكسر الحدية حركيهم لنرجع للترمسو قطعنا قطعتين بنجيب اول وحده بنحطها على الجاط بنحط معها الكادر بعمل على النار بحط بيضتين بوعي على حدا نص لتر حليب على النار برجع وعدة حشوات في لقاله سكر 3/4 الكباية فانيليا برش حامض بس يغلي نص لتر الحليب بشيله بضيفه فوق منهم شوي شوي برجع برجعهم عليهم مع ملعقة كاكاو أو نسكافيه وبخلطهم مع بعضهم بغليهم على النار دقيقتين ليشدوا بسكبهم بجاط
وبخليهم شوي ليبرد. بجيب قبل ما يبردوا بجيب ملعقتين جيلاتين بودر او ورقتين ثلاثه جيلاتين، بحطهم مع نتفه صغيره ومي باردي. من بعد دقيقتين بحطهم على النار ليدوبوا، بخلطهم مع هالكريمه وبخلطهم مع، بخليهم يبردوا. بجيب كبايه ونص كريمه سايله بخلطها مع خمس ملاعق كبار سكر بودره انا وعم بخفقها، شويه فانيليا بتشد، بخلطها مع الكريمه الاولانيه. بس شرط، برجع بقول شرط، شو هو الشرط؟ انه تكون اول كريمه بردت. بجيب الكريمه اثنين مع بعضهم بحطها بالوسط مع الجيلاتين المخفوق مع يلي ممزوج، بحط الطبقه الثانيه فوقها، بطعمها كمان بملعقه نسكافيه على البارد مع الحليب او المي عليها، برجع بحطها بكبسها، بحطها بالبراد اقل شيء 3-4 ساعات قبل عملية السكب وبسكبها. هلا في ناس عم بيسووها هيك، في ناس اصولا بدها مثل تشيز كيك مع الكريمة التحتانية، بنخلط او ما بنستبدلها الكريمة التحتانية ب 375 جرام من جبنة الفيلادلفيا او الاكريمي، بنخلطها مع الكريمة العادي والجيلاتين يلي هو المذاب، وبنعملها معها بدون الكريمة يلي استعملتها انا بالبيت لنوفر عليكم بهالطريقة. وبيطلع عنا التيراميسو. ومثل ما قلنا فيكم كمان تستعملوا جبنة مسكربوني، كمان فينا نستعملها محل فيلادلفيا او اي نوع من الاكريمه، في حال ما بدكم تستعملوا الكريمه يلي انا سويت لكم اياها من بيض وحليب وسكر لنوفر شوي، في حال لانه في ناس كثير بالبيوت عم بيسووها وعرفت فيها بدون اكيد اذا مش محل تقالي او نحن عم نبيع تيراميسو بالسوق او بمحلات حلويات. راح نشوف المقادير عبر شاشه التلفزيون لبنان. نتابع حلقتنا ودائما عبر شاشة تلفزيون لبنان. هاي البحترة فينا نرش عليها رشة بقدونس ناعم، بس مش على الصفار، على طول الصفار لازم يكون ظاهر ظاهر. يلا وهلأ هاو تستعملي منهم شوي للشو؟ للفروج. للفروج الفلوج. نجيب جيبي فوطة شيلي او معك فوطة. يلا بناخذ اتصال. الو 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 بونجور. بونجور شيف انطوان. بونجورين، يعطيك العافية. الله يعافيك. يا اهلا وسهلا.
شيف بدي اسالك، عندي شوي فرع عنب جوني من الجبل، ما بدي اطبخهم هلا، فيني اسلقهم وحطهم بالفريزر كم يوم؟ فيكي فيك انت من بعد ما تسلقيهم وتبلديهم وتلفي كل الثلاث ورق سوا وتحطي معهم ورقة زبدة أو ورقة ألمنيوم بيهدوا عندك 6-7 أشهر بالفريزر عريحتك. أها طيب ميرسي كثير شيف، تكرمي أهلا وسهلا فيك. شكرا كلك، تكرمي. هاي البطاطا بتنسكى بحد الفروج بهالشكل، مش هالحل. حلقتنا لليوم انتهت، يلي كانت بحترة بالأول يلي هي بصل ناعم مع زبدة أو زيت، ثوم، لحمة مفرومة خشن، بندورة، ملح بهار أسود، وبيض. والبيض فيه اتركوا عيون وفيه اخفقوا وحطوا معه. كان عندنا بوسان دي زوسي، هالفروج المسحب بينشوى بالاول من بعد ملح وبهار ابيض وبندق شوي صغيري، بعدين بنحط بالصينيه مع شويه زبده ليطلع مش ناشف مسخسخ، تتقدم معه هالبطاطا المحمره وتو. انا ستريتا اكيد والبندورة المشوية. انا بشكرك على معاونتك على الاطباق الطيبه. حلقتنا اليوم انتهت، بنحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان، ونشوفكم بحلقات جديدة، وبقلكم باي باي.